محتاج لوحدك. كل الناس كده يا محمد يعني. بالظبط. هو فكره ان هو يبقى سرحان في الصلاه، بس هو لسه صغير على السرحان، احنا عندنا يعني مشاكل كتيره. لا والله ده اقل من كده بيسرح ما شاء الله يعني. الشباب الشباب ليهم حاجات جديده دلوقتي ما شاء الله. عندك حق. فانا عايز اقول له بس يعني، هو انت اولا دي مش مشكله، مش مشكله يعني عشان تبقى مشكله كبيره، دي حاجه عاديه جدا، وربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك على كميه السرحان في الصلاه طالما انت بتحاول تبقى مش سرحان في الصلاه، ان الباقي ده كله معفو عنه. جميل. سيدنا عمر قال الحمد لله الذي لم يقل، ربنا سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. لو قال ربنا الذين هم في صلاتهم ساهون بتبقى مشكله، لكن الحمد لله ربنا قال عن صلاتهم، الصلاه نفسها مش بيصلوا. فربنا حذرنا ان احنا ما نصليش خالص، انما نسرح في الصلاه دي لا سهله. يعني ايه سهله؟ يعني حتى لو موجود شويه سرحان في الصلاه عادي، حاجه صحيه يعني ما فيهاش مشكله، كل الناس بتعمل كده. صحيح. بس بنجتهد لان احنا ما نسرحش. طب اعمل ايه عشان احاول اني ما اخليش في كميه سرحان كبيره في الصلاه؟ انا عشان كده سالته القران، يا ريت تغير الصور اللي انت بتقرا بيها في الصلاه. يعني ما نقراش على طول بسوره الضحى قل والله احد ان اعتناك قل والله احد دايما. نغير الصور اللي احنا او الايات، سطر سطرين اللي انا هصلي بيه اغيره، طالما حافظ جزء عامة مرة النازعات مرة عبسة مرة التكوير، وده هيخليه يحفظ صور جديدة. ممكن كمان نحفظ صور جديدة. يا ريت برضو ممكن مع بابا أو ماما أسأله، أو أنا أعرف، أو خلينا بابا وماما يعني عشان تبقى المعلومة مؤكدة. أسأله عن إيه الصورة دي، قصتها إيه؟ أنا قبل ما أصلي والله يا بابا إيه صورة الطارق دي، يعني إيه الطارق، يعني هو السماء والطارق، يعني إيه عبسة، إيه معنى عبسة وتولى أن جاءه الأعمى، مين الأعمى وجال مين. وهكذا. بس اعرف القصه بس بتاعت الصوره وبعدين اروح اصلي. غصب عننا بنستحضر ما نعرفه من قصه الصوره وانا بقراها لان احنا لما بنقرا القران واحنا مش فاهمين معاني، فبالتالي انا بقرا حاجه كده يعني هلاميه بالنسبه لي، انا ما اعرفش ايه اللي انا بقوله ده، فبالتالي ده داعي ان انا اسرح. ده كبار او صغار على فكره يعني. سواء الكبار او الصغار، كل ما عرفت معلومات اكتر عن القران وانت بتصلي، كل ما انت مش هتسرح، هتسرح في معاني هذه الآيات، وهتكتشف كمان ان انت عايز تسأل عن معاني جديدة انت كنت بتقراها طول عمرك وانت مش عارف ايه معناها. ايوه بالظبط كده.